سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق تيك توك. هناك خطأ ما، أعيد المحاولة لاحقا. قم بالضغط هنا على طبل الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق تيك توك. سوف يظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك. سوف يظهرنا على هذا الشكل. سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق تيك توك. فظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم.